قبل ما نخوض في تفاصيل المؤتمر، عايز اقول لكم يعني ان في باحث اسمه الاستاذ محمد صفوت عمل مبادره على مواقع، او مدحت صفوت تحديدا عمل مبادره على مواقع التواصل اسمها شجع واقرا. تعالوا نسمع منه شخصيا تفاصيل هذه المبادره. معانا على التليفون يا جماعه استاذ مدحت صفوت، مساء الفل عليك. مساء الخير دكتور محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا قلت محمد صفوت ومش عارف بقى محمد ولا مدحت الدلع ولا مدحت الاساس. لا، مدحت صفوت. تمام، اهلا بيك ومنور قناه الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني بتتكلم عن مبادره حضرتك عملتها على مواقع التواصل الاجتماعي شجع واقرا، كلمنا عنها والفكره وهدفها كان ايه؟ هي الفكره بدات مع مباراه مصر وزيمبابوي في افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 المقامه حاليا في الملاعب المصريه. بدات بالبدايه على صفحتي الشخصيه باني بطرح سؤال خاص بتوقع نتيجه المباراه في مقابل ان يحصل صاحب النتيجه الصحيحه على 5 اصدارات حديثه، وكنت قد وفرت الحقيقه 5 اصدارات في البدايه، ثم وكنت اتوقع الحقيقه شكل مشكلة السخريه والناس تاخد الموضوع على انه هزار وعلى انه يعني ضحك، لكن كانت المفاجاه بان الناس تعاملت مع المساله بمنتهى الجديه وتعاملت بمنتهى الجده، بمعنى ان الشيء جديد ان من علاقه الكوره والرياضه بالقراءه، وكان بينهم دايما في انفصال. اللي بيتابع الرياضه في هكذا يتخيل عند الناس ان اللي بيتابع الرياضه ما بيكونش على درايه او على تواصل مع عمليه القراءه والاطلاع والمعرفه. الو، ايوه معاك، انا سامعك. حضرتك افندم. بعدين بعد المبادره الاولى كان في 3 شخوص رغم التفاعل الكبير هم اللي توقعوا النتيجه الصحيحه، والحقيقه مؤلفي هذه الكتب رغم اني كنت وفرت النسخه الاولى من عندي انا، فالا ان مؤلفي هذه الكتب تواصلوا معايا وقالوا لي احنا خلي الثلاثه يفوزوا. بعدها مباشره الحقيقه بعد هذا النجاح تواصل معي احمد سعيد، الناشر احمد سعيد صاحب منشورات الربيع، وقال انه مستطيع ان يوفر 5 فائزين، كل فائز 5 كتب، والحقيقه بالحرف يعني قائمه الدار تحت امر المبادره، واختاروا العناوين اللي انتم عايزينها، وبالفعل يعني اخترنا عناوين، حاولنا نختار عناوين جذابه وفي نفس الوقت يعني لها قيمه علميه وقيمه كمان في سعرها، وان الناس يعني بتصعب على الناس شرائها بشكل او باخر لبعض الناس. وبنطرح وادشنا الصفحه على اساس نطرح سؤال توقع نتيجه المباراه، حدث ذلك في مباراه الكونغو ثم مباراه اوغندا، والنهارده سلمنا 6 فائزين اصدارات، كل شخص 5 اصدارات، ومع دور ال 16 الحقيقه طرحنا بعض مشاركه بقى دور نشر اخرى الحقيقه، ومؤلفين وكتاب يعني قالوا عندنا استعداد نشارك ونعطي الكتب على نحو مجاني للناس، فوصلنا الى 110 عنوان اصدار ونسخه في الدور ال 16، وناخد 5 مباريات اهمهم طبعا مباراه مصر مع جنوب افريقيا، وثم وكذلك مباراه نيجيريا والكاميرون، تونس وغانا، الجزائر وغينيا، مالي، واعتقد مالي هتلعب عفوا يعني مباراه مالي ايضا في دور ال 16، وكل في كل مباراه سيفوز 5 فائزين ب5 كتب، ما يعني 120 عنوان تقريبا في هذه المباريات، على امل ان في دور الثمانيه ان شاء الله نغطي ال4 مباريات كامله، وان شاء الله المنتخب المصري يستمر طبعا ويصل للنهائي. اعتقادي اذا استطاع المنتخب المصري يصل للنهائي المبادره نفسها هتكون في المباراه النهائيه لها شكل اخر وبعد اخر، لكن في كل الاحوال ان شاء الله المنتخب يتجاوز مرحله دور 16 جنوب افريقيا ويفوز في دور الثمانيه اما على نيجيريا اما على الكاميرون، مستمره المبادره في كل مباريات دور الثمانيه ان شاء الله مع دور النشر. الحقيقه عايز اقول للمؤلفين والناشرين منهم تبارك للنشر والتوزيع المثقف ومثقفين زي الاستاذ احمد خالد مثلا، عندنا من ضمن الكتب والاصدارات كتاب مو للاستاذ احمد خالد عن النجم محمد صلاح، عندنا كتب مترجمه، عندنا الالياذه، عندنا هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله حضرتك. الاهم من طبعا هي مبادره جميله جدا جدا وفكره بحييك عليها جدا، لكن المحتوى اللي حضرتك بتقدمه في الكتب هل هو محتوى مدروس ولا بتيجي كده؟
لا جدا، احنا يعني بنفرض نختار بعنايه، يعني اولا بنختار ما هو جاذب للشباب، مش كتب ثقيله جدا يعني جميل قوي. للناس، وليست كتب متخصصه للاكاديميين فقط، وانما بنختار كتب عامه، ولكن في نفس الوقت لا نختار كتب فارغه، يعني نختار روايات مترجمه من الادب العالمي، نختار مثلا كتاب مبسط لفرويد عن دافنشي وهو اشهر كتب فرويد بعد تفسير الاحلام، اخترنا كتاب مو لبدر الظاهره محمد صلاح، مش بس بيحكي سيره محمد صلاح لاحمد خالد، وانما يدرس ظاهره محمد صلاح من جوانب عده سيكولوجيه ونفسيه واجتماعيه، وبحيث ان يكون في محاوله لفهم نجاح هذا اللاعب واصوله الاجتماعيه والثقافيه وغير ذلك. نختار الشعر ايضا، لدينا شعر عامي وشعر فصيح، نختار من كتاب الشباب نقدمهم ايضا ونضع منهم، مثلا لدينا يعني في احد المباريات نسميها كتب الجوائز، الشباب اللي خدوا جوائز هذا العام، مثلا زي الشاعر عبد الرحمن مقرد لسه حاصل على جائزه الدوله التشجيعيه، والشاعر حسن عامر اللي خد المركز الثالث في امير الشعراء في الشارقه، وغيرهم يعني من الكتاب، بحيث ان احنا بندرس اهميه. النقطه الثانيه الحقيقه عشان ما تتطرقش المبادره كتب تنمي التطرف او تنمي تغذي افكار هدامه او تغذي افكار ارهابيه، بالعكس نحن نختار بعنايه شديده في المبادره اعتقد، ولا نختار ما هو زائد في مخازن دور النشر ولا زائد في مكتبات المثقفين قدر ما نختار عنه، حتى اليوم اعلنا ان في بعض المثقفين اعلنوا ان عندهم كتب كثيره جدا يريدون التبرع بها للمبادره لحيث تصل للناس، قلنا سنفرز هذه الكتب نفهرسها ونشوف مدى جدواها للناس ومدى اهميتها للجمهور العادي. من ضمن مثلا الاصدارات لدينا مجموعه قصصيه للاستاذ نجيب طوبيا، وهو مثلا الروائي الكبير الذي كتب فيلم ابناء الصمت الشهير عن حرب 73، وغيرها الحقيقه من الاصدارات اللي تدرس بعنايه في وتصب في النهايه في بناء الانسان المصري وفي التاكيد على عدم الفصل بين الرياضه والثقافه، يعني فكره ان الفصل والصوره النمطيه للقارئ ان هو يجافي الرياضه ويجافي اللعبه الرياضيه، انا باحث دكتوراه واتابع الرياضه بدقه واتابع الدوريات العالميه واتابع الدوريات المحليه. فبالتالي الاصدارات لا ليست عشوائيه وليست اعتقد ثقيله على الناس بقدر ما هي نحاول ان تكون مفيده لاكبر قطاع ممكن من الناس. جميل جدا، انا بشكرك وبحييك على مبادرتك، وان شاء الله تكون يعني تاتي ثمارها وهدفها باذن الله. استاذ مدحت صفوت، شكرا جدا جدا، صاحب مبادره شجع واقرا اللي عملت يعني صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.